هناك. أهلا بك. صباح الخير زميلي رضا، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. نتواجد في هذه الأثناء بمدينة عين ماضي بولاية الأغواط، مهد الطريقة التجانية بالعلم ممثلة في شيخها سيدي علي بالعرابي مسقط رأس الشيخ أحمد التجاني، أين ستقام فعاليات الملتقى الدولي الموسوم بالشيخ أبو العباس أحمد التجاني وعنايته بالسيرة النبوية الشريفة وبحديثة المولد النبوي الشريف بحضور عدة وزراء، وزير الشباب والرياضة، وزير المجاهدين، وزيرة الثقافة، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالزوايا وعدة وزراء، بحضور عدة دول ومريدي الطريقة، البلدان المشاركة فرنسا، النيجر، نيجيريا، وتشاد، موريتانيا، السنغال ومالي. في هذه الأثناء في انتظار انطلاق فعاليات الملتقى لا يزال هذا الجمع الغفير الذي يحضر هذا الملتقى الدولي ينتظر انطلاق فعاليات هذا الأخير. تفاصيل أكثر سنوفيكم فيها في بقية النشرات القادمة إن شاء الله. نعم مصطفى، في انتظار طبعا أن تطلعنا خلال المواعيد الإخبارية القادمة بمزيد من التفاصيل حول هذا الحدث. نعرف أنه الزاوية التجارية وحتى الطريقة التجارية عندها كثير من المريدين في إفريقيا وبالتحديد في منطقة الساحل، يعني النيجر، تشاد، مالي، السنغال يعني، وبالتالي الحدث مهم جدا. وهو كذلك زميلي رضا، أتباع كثيرين لهذه الطريقة التجانية ممثلة في شيخها سيدي علي بالعرابي الخلافة العامة الموجودة بمدينة عين ماضي بولاية الأغواط والتي تسمى عاصمة التجانيين، أعداد كبيرة تحضر هذا الملتقى من داخل وخارج الوطن لمشاركة هذا الملتقى للتعريف بسيرة للتعريف بالتراث الطريقة التجانية ومؤسسي الطريقة التجانية ممثلة في أحمد التجاني. جميل جدا مصطفى، نحن في انتظار طبعا أن توفينا مرة أخرى خلال هذا الموعد الإخباري أو خلال المواعيد الإخبارية القادمة.